ماشي. اخر حاجه وقفنا لها هنا ان انا كنت بوصل بتكلم على الديزاين سيلكشن. تمام. الديزاين سيلكشن قلنا ان انا عندي كذا ديزاين ومفروض ان انا بقارن او كذا كونسبت ومفروض ان انا بقارن بينهم. كويس. السيلكشن قلت مش شرط يحصل على مستوى ان انا عندي كونسبتس يعني انا ديزاين، لا انا ممكن الماتريسيز دي بتاعت السيلكشن او المقارنه ممكن استخدمها في اي مرحله يعني ما بتفرقش. يعني ممكن استخدمها اثناء وانا بختار ديزاينز من السوق، بشوف مين افضل واحد اشتغل عليه، بختار مشروع حتى تخرج مين افضل واحد بالنسبه لي اشتغل عليه، بختار اي حاجه. الاكزامبل اللي فات انا كنت بتكلم على بيبي سترولر، وهنا كان الراجل بيختار افضل ديزاين موجود في السوق بحيث يشتغل على ان هو يعمل ديزاين يحسن فيه، يعني يختار مين من دول عشان يشتغل عليه يحسن فيه. فهما كان الفايف ديزاينز دول. وقلنا في حاجه اسمها ماتريكس اناليسز. الماتريكس اناليسز مفروض ان انا قبل ما اقارن ما بين الديزاينز، طب انا هقارن بينهم على اساس ايه؟ فهو انا قال لك انا هقارن على اساس الاوبجكتيفز او الكاستمر ريكويرمنتس، متطلبات الكاستمرز او ستيك هولدر مثلا. فهو كان اجتهد وعمل برين ستورمنج وحطينا كده ان الاهم الكاستمر ريكويرمنتس هتبقى ان هو يبقى سيف، تبقى نايس شيب، ايزي هاندلد، ايزي كلوزد، حجمها صغير، سريعه، خفيفه الوزن، وتبقى قويه. وحطيت دول كلهم بالطول وحطيت دول كلهم بالعرض. ولو اعتبرت ان احنا ديزاين تيم او انت بتسال بتعمل سيرفي بتسال خمسه من الناس من الكاستمرز في سيرفي، مش شرط يبقوا خمسه طبعا، هنا المثال ده هم خمسه، ممكن يبقوا 10، ممكن يبقوا 20، 50، 60 على الفيسبوك لو انت عامل اقتراع زي ما الناس زمايلك بيعملوا في مشروع تخرج. اوكي. وخد الاراء وانت املاها في الجدول، بس انت ما تحطش جدول للناس، انت هتعمل للناس زي في اسئله كده، انت شايف مين اهم، السيفتي ولا نايت شيب هيختار، اللي مش عارف الايزي هاندلد ولا كذا هيختار. انت بتاخد النتائج دي كلها وتعملها تحليل، بتحطها على الاكسل في جدول كده وتعد في كم واحد قال ان السيفتي اكتر اهم من نايت شيب، في كم واحد شاف ان السيفتي اهم من ايزي هاندلد. هنا طالما هم خمسه، فطبعا لو قلت ان انها تبقى سيف اهم من انها تبقى نايت شيب، ففي خمس اشخاص كانوا شايفين كده، يبقى مفيش ولا واحد شايف العكس، كذلك في كلهم. هنا ثلاثة ان السيفتي اهم من الايزي هاندل، في ثلاثة شايفين كده. طب العكس اثنين، يعني ده العكس، ده عكسهم لان هم المكمل بتاعهم هم خمسة كلهم. فلو في ثلاثة شايفين كده يبقى في اثنين شايفين العكس وهكذا، في صفر شايفين كذا يبقى في خمسة هنا شايفين العكس في المكان العكس بتاعهم. بعدين جمعت الارقام دي كلها، بجيب الرو توتال، جمعت كل دول، مين اكتر واحد هنا، مين اهم واحد؟ 29 اللي هو ايزي كلوزد. بس انا مش عايز اقول 29، انا عايز احط له نسبه مئويه، يعني ده وزنه كام من المجموع الكلي. المجموع الكلي هنا كام؟ 40، 140، وجمعت دول يدوك 140. طب الارقام دي جيبها ازاي؟ ليها الاهميه بقى الوزن بتاع كل واحد من دول، اقسم ال 22 على 140 هيديك الرقم 0.157، دي اهميه كل واحد عشان تبقى نسبه مئويه محدده بقى. اوكي. لو عايز نسبه مئويه ممكن اضربها في 100، يعني ممكن اضرب الرقم ده في 100 يبقى 15.7 وهكذا. الخطوه الثانيه ان انا برتب كل الكرايتيريا ديت من الكبير للصغير. فانا رتبت لقيت ان ايزي كلوزد كانت اعلى حاجه، اللي هي السيفتي، سمول سايز، ايزي هاندل، نايس شيب، سترونج، لايت ويت، وما تبقى فاست. فده ايه ترتيب الايه المعايير كلها، الاوزان بتاعتهم يعني. طيب اروح فين بقى؟ لسه لغايه دلوقتي ما اخترتش، ما روحتش للسلكشن ماتريكس نفسها. اللي فاتت دي كان اسمها ايه بالمناسبه؟ اسمها انتراكشن ماتريكس. فهي الماتريكس اناليسز مكونه من حاجتين، مكونه من انتراكشن ماتريكس الهدف منها ان انا ارتب اهميه اودي اوزان للمعايير، وبعدين بروح للديسيجن ماتريكس اللي هي بقارن على اساسها الديزاين. طبعا شرحها في السلايدز اللي فاتوا وانا هشرحها طبعا هنا كده يعني. طيب انا افضل بقى عشان اشرحها، بما انه انا عندي خمسه ديزاينز اللي هم 1 2 3 4 5، فانا هعمل حاجه ظريفه عشان بدل ما نقعد نرجع ونبص هنا وهنا، انا هعمل كده. يعني ده ديزاين واحد، ماشي، وادي ديزاين 2
وادي 3 اوكي كده. تمام، هنا عمل ايه بقى؟ ادي كل المعايير مترتبين حسب البرايورتي نورمالايزد فاليو، ترتيب الاهميه بتاعتهم اهم. تمام كده. طيب بص بقى انت بتعمل ايه بقى المفروض هنا؟ ده اول ديزاين، ده ثاني ديزاين، ثالث ديزاين، رابع ديزاين، خامس ديزاين. في كل خانه ديزاين بقسمها اثنين. تمام؟ كل خانه ديزاين من دول انا بقسمها اثنين، بعدين اجي ابص بقى. انت شايف الخمسه ديزاين اللي قدامك دول؟ جميل. لو انا بتكلم على سهوله القفل، اول معيار سهوله القفل، خلاص، مين من دول اسهل واحد انه يتقفل؟ كانت من وجهه نظري انا لما عملت الجدول ده كنت شايف ان اسهل واحد يتقفل هو مثلا ده، خلاص، اللي هو ديزاين رقم واحد. فاديت وزن كام؟ خمسه. اشمعنى خمسه؟ حد يقول لي اشمعنى خمسه؟ عشان هم خمسة. اعلى قيمه خمسه يا باشمهندس في يعني في التقدير يعني. لا هم لا مش اعلى قيمه خمسه، هم خمسه ديزاينز. وهو احسن واحد في المعيار ده فهدي له خمسه. طب مين تاني احسن واحد في سهوله القفل؟ انا كنت شايف ده. اديته كام؟ ده تاني واحد يبقى اديته اربعه. طب ده تالت واحد اديته ثلاثه. فين رابع واحد اللي هناك؟ اديته اثنين. فين اقل واحد اوحش واحد في القفل؟ في سهوله القفل هو ده. معلش انا خيب راسي في العربيات دي كويس؟ فاللي هو ده. فاقل واحد اديته واحد، واعلى واحد بديله عدد الديزاينز، عدد الديزاينز خمسه، فاعلى واحد بديله خمسه، يعني رتبتهم كده من خمسه لواحد. اوكي؟ طب السيفتي، مين احسن واحد في دول في السيفتي؟ انا شفت مثلا ده، انت ممكن تشوف حاجه ثانيه على فكره، يعني الحاجات دي مش تقديريه يعني. فانا شفت ده، ده افضل واحد، يليه ده، يليه ده ثلاثه، يليه ده اثنين، يليه ده واحد. طب في صغر الحجم سمول سايز مين افضل واحد؟ هتقول لي الارقام ديت اجيبها بناء على ايه؟ صح؟ وجهه نظر مين؟ ممكن برضو تعمل سيرفي اوكي وتسال مجموعه من الكاستمرز او مجموعه من زمايلك، مين يا جماعه يعني كل واحد يرتب لك كده في كل واحد ورقه لوحده في السيرفي بتاعه ترتيب كل واحد من دول حسب دول، حسب الايزي كلوزد او حسب دول او حسب يعني كل واحد أو عنصر من دول. وفي الاخر انت هتاخد وتعمل ايه بقى الارقام دي كلها؟ تفتكر تاخد متوسط بقى، صح؟ وانت واحد هيقول لك ده رقم خمسه، والتاني هيدي ده اربعه، وسيلفيا هتقول ده ثلاثه، ويوسف هيقول اثنين، وابراهيم هيقول ده واحد، وعبده هيقول واحد برضه عشان بورسعيدي زيه. خلاص؟ طيب الارقام دي عامل فيها ايه؟ هات المتوسط. طبعا انت عشان في سيرفي زي ده انت هتحتاج يا تعمل ابلكيشن ويكون معاك عشان تجمع وتصب هنا في الجداول دي زي اكسل مثلا او جدول يحسب لك الحاجه اوتوماتيك. بس عشان يبقى شغلك اوبجكتيف اكتر، يعني لو انت عايز فعلا مش بتملى اي ارقام وخلاص. طبعا بنشوف، طبعا بالمناسبه الجدول ده بتاع السلكشن دوت ده دي، فلو انت مش هتعرف تعمله ما تضيعش وقتك فيه، لان الناس حواليك بقى الاخطاء الشائعه بقى في الجدول ده زي باقي الناس. يعني انا هوريك الاخطاء الشائعه اللي بتتعمل في الجدول ده من برضو من ريبورتس زمايلك قبل كده. فاللي مش عارف يعمله هو في الاخر دي، ما هوش باس، ما تضيعش وقتك بقى، نط على طول على الاوتكم الثالث، ابدا اشتغل. يعني طالما انا بقول لك الكومنت وانت بترجعه لي تاني بنفس الغلط بعد الكومنت يبقى خلاص بناقص، مش هعلق لك عليه وهقول لك خلاص ما تسلموش. اوكي؟
وكذلك بقى انت هنا شايف انا في اللبني، انا هنا في اللبني ساكن الارقام اللي بالاسود، فانا في اللبني اعمل ادي ارتب الديزاينز حسب اهميه كل واحد. اوكي، بعدين اعمل ايه بقى؟ اجي في الديزاين الاولاني عايز اعرف هو السكور التقدير بتاعه ايه كام بقى بالظبط فيما يخص العنصر ده، اعرف منين؟ اضرب الخمسه اللي هو الرقم ده في نورمالايزد فاليو، دي ثابته معايا وانا بضرب، اضرب الواحد هنا فاليو ده، اضرب الخمسه في ده، اجي هنا اضرب الاربعه برضه في 0.207 يطلع لي رقم ده. طب والرقم ده اللي هو 2 في ده، وده اللي هو ده في ده، فاهمين الارقام دي كلها جت ازاي؟ اوكي. طيب بعد ما جمعت السكور بتاع كل طيب بتاع كل ديزاين من دول، اجمع بقى توتال بتاع مين، مش بتاع دول، لا التوتال بتاع دول بقى سكور اللي حصل عليه الديزاين، هتلاقي ده 3.26 3.29 3.28 3.15 2.41. مين افضل واحد؟ اعلى واحد، اللي هو اعلى واحد ده. خد بالك الجدول ده ممكن واحد تاني يعمله ويطلع بنتيجه تانيه حسب اراء الناس اللي عنده في السيرفي. اوكي، طب انت عندك هتستخدمه ازاي الجدول ده لو استخدمته؟ ان انت عندك كذا كونسبت، كذا فكره، كذا كونسبشن ديزاين، صح، بمميزاته وعيوبه. حط انت بقى الكاستمر ريكويرمنتس اللي عندك بتاعتك واعمل لي جدول زي ده، وهيبقوا ثلاثه في الحاله ديت، يبقى هيبقى كونسبت 1 كونسبت 2 كونسبت 3. ماشي. طيب هفتح لكم جدول من حلول الطلبه وانتوا قولوا لي كده، هروح الحمام وارجع، وانتوا قولوا لي كده ايه المشكله فيه، يعني كانت ايه الغلطه فيه. باشمهندس حضرتك عندك داتا من الاخطاء فظيعه. طبعا. طيب راحت فين؟ راحت فين؟ طبعا الغلطه اللي هوريها لكم دي عند كل الناس بلا استثناء. طب اهو هروح حمام وارجع، تأملوا كده هنا وقولوا ايه الغلط لغايه ما ارجع. انا برضو ايه هوقف البوز عشان تقريبا هو اولا المفروض ان الويد ده يعني يبقى على حسب التلاتة ديزاين، يعني ده تلاتة يعني حط تلاتة ديزاين، انا المفروض ادي الرقم من تلاتة اصلا مش من اربعة واتنين واتنين، مش عارفة ايه حسب. بالظبط كده، بالظبط كده. وتعرفش منين انها بنت؟ حضرتك لسه فاتح الفايل. لسه ايه؟ لسه فاتح الفايل دلوقتي قدامنا باسمها. طبعا انا كنتش عايز اقول اسماء ناس يعني، بس عشان ما يبقاش الموضوع فيه احراج. هو انا ما اعرفهمش كده كده اسامي بس يعني. نعم. في حاجه وحضرتك كل ما بتفتح فايل احنا بنشوف الاسم بتاعه يعني. ما انا عارف بس قلت على الطنش يعني، انما سيلفيا بقى ركزت بقى. انا صدقني انا ما اعرفهمش اساسا يعني. ما مشكله ان ممكن يبقى في ناس تعرفها، بس هي الهدف برضو مش احنا مش بنشهر بالناس يعني، عادي. ما هو الغلطه دي كانت عند الناس كلها يعني. طيب افتح بتاعت محمود بدر. طب بما ان محمود بدر موجود يلا عشان ليه 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 اهو. لا 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 انا عارف اخطائي ايه والله ما والله فرصه. طب والله فرصه عشان خاطر اعرف ايه الاخطاء اللي اتمسحت مع الجيميل. والله انا سايبك اصبر بقى، كانت مسحت مع الجيميل فاهم. طب انا ما قلتش حاجه، انا ما شفتش حاجه، انا طيب ما شفتش اسماء. فين يا ابني الفولدر بتاعك اصلا؟ يا رب ما يبقاش موجود. الحمد لله. تصدق مش موجود؟ لا استنى اهو. رب يبقى يا ده فولدر، ده مش فولدر. كان انهي واحد بقى؟ كان انهي واحد؟ اول واحد ده؟ اول واحد؟ لا ده اكسل ده. يعني هو اي هو ده اول. بتصدق انا مش واخد بالي، انا هشتغل على الفولدر بتاعك ده على طول. خلصوا لما اجيب الاغلاطات. ماشي. هو ده مثلا، ده عيب مثلا، خطأ كبير جدا. بس بقى كده بلاش فضايح، بلاش فضايح. طب والله والله وراح فين؟ لا استنى محمود بدر. لا 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 ازاي؟ يبقى مش هنا. الحمد لله رب مش هنا. يا رب ينسى. انا هاجي لك يا باشا. ايه هو ده؟ ده مليان. انت مش عامله اصلا؟
ايه ده هو ما هو اتعمل؟ طب كويس والله كويس ان انت مش عامله بقى اصلا خلاص. لا كنت عامله حاجه كده بس خلاص الحمد لله. طيب خلينا نرجع اللي كان مفتوح اهو. ايه المشكله؟ سيبوكم من دول ماشي حسب الويتس واتحط ازاي بالظبط. هو هنا انا مفروض بحط يعني ترتيب كل ديزاين من حيث كل عنصر من دول صح؟ فهي عامله هنا او عامل هنا رقم 2 وهنا 2 وهنا 4. هل ده طبعا كلام منطقي؟ بص هنا 9 من 3 ازاي؟ ولا هو كمان عاكس بقى؟ ده هو كمان يعني هشام قصدك هو جد لا هو قصده هو ده اه ده الويت اللي بيتجمع سيبك منه. لا تعالى على الترتيب بقى. شايف 1 1 2 2 1 3 2 1 3. طب كل دول يعتبروا صح ما عدا اول واحده. ازاي 1 1 خطا شائع يا جماعه؟ 1 1 ازاي يعني؟ المفروض واحد يبقى 1 والتاني يبقى 2 والتالت يبقى 3. هما 3 ديزاينز. طيب 4 دي جت ازاي؟ والتلات وحيد اللي تحت والتلات وحيد ازاي؟ اوكي فما الناس بقى ما تملاش اي حاجه. يبقى واخدين بالنا بس من الاخطاء ده عشان ده عند ناس كتير جدا وانا برضو مصمم ان انا هجيبه عند حد تاني. مش مهندس ما ممكن اجي اصحح مع حضرتك الاخطاء؟ هو ده اللي ختم الكورونا خدوا بالكم. اتفضل. 4 و3 و2. طب 4 دي جت ازاي؟ هما 3 ديزاينز اصلا. شايف 8 كمان. 8 دي جت ازاي؟ هي 1 يا 2 يا 3 5 3. فخدوا بالكم بقى. فده معناه ان الناس ايه؟ اضرب اي جداول. هو يعني عشان يغير في الارقام ما يبقاش ناقل فيقوم مغير اصلا في ايه؟ في اساس الجدول يعني. بغير الجدول كله. لو غير الجدول كله فدي اخطاء شائعه طبعا. برضه في خطا تاني يعني انت هنا ايه عنوان الحته دي يعني؟ يعني الثلاثه دي ايه يعني؟ شايفه ان انا في المحاضره بقول لك تصدق انا مش كاتبها برضو. ماشي المفروض ده الويت وده السكور بس ما علينا مش مشكله مش هقف عند ديت يعني بس بالارقام صح. امسك خطا. نعم امسك خطا بقى عليك كده بقى. ما هو متسجل اهو يا عم. ماشي خلاص يعني ده الويت وده سكور بس مش قصه يعني مش قضيه لكن الارقام تبقى صح. هما 5 ديزاينز يبقى الارقام دي بتتدرج من 1 لـ5 مش الكلام طبعا اللي ايه الواحد عمال يشوفه ده. ناهيك بقى طبعا ان في ناس بتملى وخلاص يعني في ناس لما انا اقعد بقى اركز وراها الديزاين 1 اللي هو عامله ده من حيث السيفتي مديه اعلى 1 اجي ابص الاقي التاني مش سيف فده معناه ان الارقام اصلا مش محطوطه مش ليها معنى في الواقع. ده هو ما بصش اصلا على فعلا هل الديزاين ده شكله يعني انا لما جيت هنا قلت ان ده افضل واحد في القفل ماشي شكله سهل بيتقفل لما جيت في الوزن مثلا لايت ويت قلت ان ده افضل اخف واحد منطقي ان ده يبقى اخف من كل دول صح. فلايت ويت ده 5 طب مين اوحش واحد في الويت؟ اتقل واحد منطقي اني قلت ده مثلا ممكن يبقى ده على فكره مش شرط يعني بس اكيد مش ده ولا ده واضح ان دول خفاف يعني معايا. فحتى في ناس بتحط ارقام ملهاش علاقه بالواقع اصلا هو حاطط ارقام وخلاص فايه برضو تاخدوا بالكم من الموضوع ده يعني. طيب نيجي في حاجه اسمها فورست ديسيجن ميكنج شبه اللي احنا بنقولها دي بالظبط. كل الفرق بس ان اللي احنا بنقولها دي مكونه من تو ماتريسيز. اول ماتريكس بعملها اسمها انتراكشن ماتريكس عشان اجيب الاوزان. تاني ماتريكس بعملها عشان اقارن. هناك بقى في الفورست ديسيجن ميكنج ديت لا انا بنط على طول بخش على الماتريكس اللي فيها المقارنه. طب والاوزان دي بجيبها منين؟ والله بقى هنا مش عاملها انتر اكشن عايز انت كنت تجيبها من برضو من سيرفي كان بها طول حاجه على الفيسبوك تسال الناس من ريفيوز ارائك واراء زمايلك مفيش مشكله. بس هنا هو مدي كل حاجه من دول وزن من 10 ما رتبهمش بقى زي ما فات وضرب وعمل زي ما كان عامل هنا زي ما عمل هنا خلاص. امال هو عمل ايه؟ لا ادى على طول وزن من 10 بس هو جابها منين الاوزان ديت؟ اكيد لازم تكون منطقيه ولازم تكون جايه من ليها مصدر يعني
من سيرفي او حاجه. خلاص اهو. فايه ده ايزي كلوز ده 9 من 10 8 من 10 10 من 10 10 من 10 5 من 10 1 من 10 دي اقل حاجه 6 من 10 2. هنا انا مش مرتب خلي بالك، انا مدي يعني ممكن يبقوا كلهم 9 من 10 عادي، مش حاجه اسمها كده يعني، بس يعني عادي ممكن فيش تكرار يعني، يبقى في تكرار ما فيش مشكله. هنا بعمل ايه؟ برتب بنفس ما رتبت قبل كده 5 4 3 1 2 اوكي، بنفس الترتيب بتاع قبل كده واضرب بقى. الميزه هنا ان الارقام سهله بعد ما اضرب، ما فيش كسور، لان 5 في 9 45، 1 في 8 8، 5 في 10 50، 1 في 10 10 وهكذا. جميل. واجمع بقى سكور بتاع كل ديزاين 155 والاخر طلع 172. لاحظ ان هنا النتيجه اختلفت عن اللي فاتت، قلت لك الجدول ملوش قاعده ثابته يعني، هي بتبقى اراء في الاخر. تمام كده؟ حد عنده مشكله هنا؟ مين هنا مين افضل ديزاين؟ رقم 4. رقم 4 طبعا. اللي يعمل برضو اللي يعمل جدول زي ده ما يحطليش كده ويطلع يجري، قول لي كده اكتب لي انا قارنت، علق على الجدول. دايما اتعلم في اي جدول هتحطه حتى في ريبورت بعد كده لازم تعلق تكومنت عليه. الريبورت هتشرحه مهندسه فاطمه، لكن في ريبورت ما يتحطليش جدول عنوان كده ديسيجن ماتريكس الجدول السلام عليكم، لازم تشرح. عمرك فتحت مجله او جورنال لقيت صوره كده محطوطه مش مكتوب قبلها كلام او بعدها كلام؟ فاهم مين قصدي؟ فالجدول ما تحطيش جدول كده، قول لي انت عملت ايه بقى. والله قارنت بين الديزاينز بناء على المعايير الفلانيه 1 2 3 وعملت الديسيجن ماتريكس وطلع ان افضل ديزاين كذا كما هو موضح as shown in table كذا. هو ده اللي بتعمل في ريبورت. الريبورت ده اللي ايه يعني الناس كلها يعني مقبره الطلبه الريبورت ده، ما انه فيش حاجه خالص يعني، بس هو الناس مش عايزه تكتب يعني، او الناس مش عايزه انها تتعب شويه ويكتب حاجه من دماغه. تمام يا شباب؟ مقبره الطلبه يا دكتور. مقبره، ما هو مقبره الطلبه. انا بضطر اقول والله كلام ده بشري في الماده دي بالذات، لان انا يعني يعني عايز الناس تبقى خايفه سنه، عشان الناس اللي شغاله بخلاص ما عندهاش مشكله يعني. الناس اللي بتبقى شغاله من الاول ودخل ناوي يشتغل ده ما عندوش مشكله، لا فرق مع انجينيرنج ديزاين من انجينيرنج ماث من انجينيرنج ساينس، المواد كلها واحد. كويس. الطالب اللي عايز يشتغل اخر اسبوع او اخر اسبوعين في الترم، لا المواد مش كلها واحد، هتسمع مني كلام محبط قوي في الماده دي. ايوه حصل حصل صح كده اهو. اتكلم يا محمود يا بدر. اعتمدت بقى في الظروف اللي جت كمان وقفتني خالص يعني. طب قول محمود قال لك عندي ظروف ماشي، في ناس ما عندهاش ظروف بقى، هو ظروفه كده، هو ظروفه في حته ان هو انا اشتغل ليه طول الترم طالما ممكن اشتغل اخر اسبوعين واعدي. وعلى فكره هو في مواد كتير ممكن تشتغل اخر اسبوعين وتعدي وتعرف تظبط الاساينمنت وتناقش. حصل. لان خد بالك انا الماده بس الهدف مش ان انت تعدي منها يعني، المفروض ان انت تفهم الكلام ده عشان في مواد تانية هتعتمد على اللي انت بتاخده يعني. بالظبط. من وجهه نظري وعشان ما تضيعش وقت يا جماعه يعني، اللي مش فارق معاه الفلوس وبياخد الماده كذا مره افرق معاك الوقت، وده وقت اصلا. ما انت بتيجي، ما انت يا ريتك رحت اتفسحت، ما انت بتيجي وبتحسب عليك غياب وبتحضر وبتصحى من النوم تمام، وممكن ما تبقاش عارف تخرج عشان عندك محاضره ولا عارف تروح ولا عارف تعمل. طب طالما خلاص يعني، طالما يعني هو شر لابد منه، لو انا اعتبره شر استفيد منه يا اخي، اطلع منه مستفيد يعني. بس انا اصلي بتكلم في حاجه لا ثانيه، لان هو اصل الماده دي المواد الثانيه في اعتماد كبير على المناقشه، لان المسائل بتتحل زي بعض. يقول لك احسب رياكشن، احسب الفورس، اعمل تفاضل، اعمل تكامل، اعمل جدول، اعمل مش عارف ايه. فطبيعي ان الكلام يطلع زي بعضه وكلام، وطبيعي ان انت تحل عادي، تيجي اخر اسبوع وتيجي على نفسك وحد يشرح لك ويعمل لك ويحل لك وتخش، ويبقى الفيصل ان انت لما تتناقش تعرف ترد. انا هنا عندي على فكره انا اقل واحد بناقش بالمناسبه يعني. ليه؟ مش محتاج اناقش يا قصدي، لان انت الماده ما هياش ماده علميه وعمال تحل لي مسائل وتجيبها، ده تصور ليك وديزاين وفكرتك وبتاع. لقيتك عندك يعني روح الفكره موجوده عندك كويس، لقيتك بتعمل حاجه عندك فكره فعلا، حتى لو في حاجه ناقصه في جدول ولا في، انا على فكره بعدي يعني ساعات في بعض الناس بعدلها حاجات في الباس، بس لو مش بيرسون طبعا. ليه؟ هو بحسه فاهم خلاص الحته دي فاضله مش ماشي خلاص ما خلصناش المفهوم الكونسبت العام بتاع الماده. فهي الماده دي ماشيه ايه بالروح يعني، يعني بالروح يعني لقيتك فاهم وفعلا عامل ديزاين وفعلا شغال لوحدك وفعلا كاتب لوحدك. وبعدين لاحظ برضو ما بحتاجش حته المناقشه قوي لسبب بسيط، لان انت كل واحد معاه مشروع غير التاني، فانت هتنقل ايه؟
يعني انا هناقشك في ايه بعد المورف شارت والكلام دوت، مش هضطر اناقشك فيها الا لو لقيتك عامل حاجه غير منطقيه، زي ما تكتب لي في جدول زي ده الترتيب كده في 7 ولا 8 وهم 5 ديزاين، ساعتها اقول لك طب انت عامل ده بناء على ايه بقى، يبقى انت نقله بقى. تمام. في الديزاين ريبورت نفس الفكره، بلاقي ناس جايبه ديزاين ريبورت ايه ما يخرش الميه، يعني انا ما اعرفش اعمله، لو قعدت عليه في 3 ايام ما اعرفش اعمله، وهو ليه عامله في يوم، ففور شور هو نقله وحاطط نفس التمبلت وشغال عليها. خد بالك في الديزاين ريبورت اللي هو الاوتكم الثالث، انت بتتحاسب انك تعرف تكتب ريبورت، ما حدش يجي يكلمني في الماء. طب انا جايب لك الكلام صح، وما هو صح اهو، بس مش انت اللي كاتبه، وما ينفعش اناقشك فيه، ما ينفعش اقول لك حل لي. طيب التفاضل يعني ايه، وافاضل دي ازاي، واجيب لك مساله ثانيه زي ما بيعملوا معاك في الماس والمواد الثانيه، او في الانجينيرنج ساينس، او في الميكانيكال برينسيبلز، الكلام ده مش ما بيمشيش هنا، وانت عاملها مش عاملها. طيب مين اللي حد بيسال حاجه؟ يوسف امين بيقول الصوت فصل. لا يا باشمهندس ده من بدري. اوكي تمام ماشي. فواضح يا شباب، فطول ما انت شغال والحاجه جايه صح، غالبا ما بضطرش اناقش حد الا خلاص واحد اللي هو ضايع وعايز اسقطه، وراح بقى قال لك بقى وعمل ستودنت ابيل وعمل دوت وكلم ده ومش كلم ده، فخلاص هضطر اخد الشغل اللي هو دبش فراخ ده، بس طبعا لو كان اكاديميه واحاول اناقشه في اي حاجه، يعني اطلع منه باي حاجه بقى حللت يعني الايه الحاجه اللي هينجح بيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش معنى انه اكاديميه برضو ان الدنيا ان انت تجيب لي، في ناس يقول لك ايه، يجيب لك ريبورت كده ملوش اي علاقه باي حاجه وكلام متنيل خالص متخبط في بعض والدنيا ملاش علاقه ببعض، ولما يقول له مش هستلم منك يقول لي استنى اكاديميه. طب يعني اكاديميه يعني تجيب لي، مش فاهم يعني اكاديميه يعني تجيب لي كلام، تجيب لي بدل ما ريبورت صفحه مثلا تقول لي انجح عشان اكاديميه. لا، انت اكاديميه في حاجات بعديها في الريفرنسز، حاجات بعديها في اللغه، حاجات في بس حته كده صغيره كان سؤال يتجاوب، لكن روح الموضوع لازم تكون موجوده. في ديزاين، في سكتشنج، في سيلكشن، في كونسبشوال ديزاين، في برودكت ديزاين سبيسيفيكيشن، في ريبورت. ريبورت الكتابه ريبورت نفسه عليها درجه، وهتدعوا لي والله لما تخش الترمات الجايه، لان انت هتكتب ريبورتس بالهبل في الموديل الثانيه يعني. بس انا قلت دول الفورس ديسيجن ميكنج. فطبعا فورس ديسيجن ميكنج ارقام دي، بس حاول تقول انت جبتها ازاي. وهنا هنا شوف وضربت بنفسه وطلع افضل ديزاين اللي هو اللي هو رقم 4 اللي هو السكور بتاعه 172. حد عنده اي سؤال قبل ما اروح للطريقه الثانيه؟ لا تمام يا باشمهندس. هو في سيلف اساينمنت كده يعني عايزكم تجربوها في البريك الجاي اللي هو وتوروها لي الساعه 12:30 اللي هو اللي قدامكم دي. حد فاهم حاجه باللي قدامكم دي؟ بلاش اند، خليها اور، خليها اور. تمام ماشي. هيفصل طيب 11 وربع كده قلت بقى لا بس معلش اوكي وتلت المره دي بقى وتلت ماشي 11 وتلت عشان خاطرك يا محمود بدر بتاع القاهره بعيده انا هصيح لك سياح انت لسه اصبر عليا انا منصوره الوقت منصوره بتاع القاهره بعيده انت لما انا هقول لهم حوار القاهره بعيده دي بس لما نرجع 11 وتلت بعيده ماشي ما تحكيهاش انت انا عايز احكيها عشان بحب احكيها انا خلاص يلا